بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موديول رقم 3 بعنوان Air Dispersion Model، وهنتكلم على الجاوسيان بلوم موديل. طيب، أول حاجة إحنا محتاجين نعرف يعني إيه Air Dispersion، يعني إيه معنى Air Dispersion قبل ما إيه نشوف المودلز اللي بتحله ونختار واحد منها as example اللي هو الجاوسيان بلوم موديل ونبدأ نشتغل عليه. طيب، الـ Air Dispersion هي عملية التغلغل بتاعة الملوثات في الطبقات بتاعة الجو، تمام؟ فالموديل اللي هو بتاع الـ Air Dispersion يعني بيدرس النقطة دي، study the spreading of air pollutants in the atmospheric boundary layer، تمام؟ طيب، المودلز اللي بتدرس الموضوع دوت هي مجموعة من الإيكويشنز بتبريدكت بتتنبأ بالتركيزات بتاعة الملوثات بناء على مجموعة من المعلومات اللي هي المفروض السورس لوكيشن المكان بتاع السورس، السترينث اللي هي كمية الملوثات اللي طالعة، الجزء اللي هو متعلق بالملوثات اللي درسناه المرة اللي فاتت في موديول 2 اللي هو الميتورولوجي، آخر حاجة الكيمستري. طيب، زي ما قلنا إن في مجموعة كبيرة من المودلز بتدرس الموضوع دوت ومختلفة بناء على البارامترز اللي هي بتكون واخداها في الاعتبار. طبعا كل ما البارامترز دي أو الفاكتورز اللي هي بتدرسها بتبقى أكتر، كل ما كان المودل أدق بس كل ما كان برضو معقد أكتر، تمام؟ واحد من اهم المودلز اللي بتدرس الموضوع دوت اللي هو الجاوسيان بلوم موديل اللي احنا هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله. المودل دوت ما بياخدش في الاعتبار الكيميكال تشينجز ولا الفيزيكال ريموفال ميكانيزمز، يعني هو موديل يعتبر بسيط نسبيا، ما بياخدش في اعتباره اي تفاعلات كيميائيه بتحصل للملوثات يعني بعد خروجها من المصدر. بشكل اخر نقدر نقول ان هو ما بياخدش في اعتباره السكندري بوليوتنتس، لان احنا اتفقنا ان البرايمري بوليوتنتس دي بتطلع دايركتلي من السورس وبتخش في الاتموسفير. السكندري بوليوتنتس لا، هي عبارة عن ان البرايمري بوليوتنتس دي بتتفاعل مع نفسها او بتتفاعل مع حاجات موجودة في الجو وبتكون ملوثات تانية، فهو الجاوسيان بلوم موديل ما بياخدش في اعتباره الموضوع دوت، بلس انه ما بياخدش في اعتباره ان في ريموفال ميكانيزمز بره السورس، يعني بعد السورس او بعد ما البوليوتنتس بتطلع من السورس هو ما بيعتبرش ان في حاجه ممكن تشيل الملوثات دي. طيب، الجاوسيان بلوم موديل مهم قوي نبقى عارفين الدايركشنز بتاعتنا يعني وحبه حاجات كده عشان لما نبدا نتكلم على الايكويشنز نبقى عارفين هي بتمثل ايه. اولا انا عندي الاكس دايركشن ده اللي هو الويند دايركشن، يعني الاكس في الاتجاه بتاع حركة الرياح، وعندي الواي ده النورمال على الاكس دايركشن، تمام، وعندي الزد هي الفيرتيكال دايركشن. يبقى انا كده دول الثري دايمنشنز بتوعي، الاكس هي الويند دايركشن، الواي بنسميها كروس ويند دايركشن اللي هي عمودية على الاتجاه بتاع الويند، والزد دي الفيرتيكال دايركشن. طيب، يظهر معايا هنا حاجة اسمها فيزيكال ستاك هايت. physical stack height ده الديفينيشن الطبيعي بتاع ارتفاع المدخنة اللي طالع منها السورس او طالع منها البوليوتنتس، تمام، اسمها physical stack height ودي ليها رمز H. طيب، بعد كده في حاجة اسمها بلوم رايز. البلوم رايز دي بتبقى نتيجة البوينسي بتاعة البوليوتنتس، ان هي يعني ما بتتحركش vertically على طول من المخرج بتاع الستاك، لا بتطلع لفوق شوية نتيجة البوينسي، في فرق في درجات الحرارة، فهي البلوم دايما بتبقى درجة حرارتها أعلى من الهواء اللي حواليها فبتبدأ تتحرك لفوق شوية، وبعد كده الويند لما بتيجي بتخليها تتحرك في الايه في الهورزونتال دايركشن. الجزئية دي اللي هي ما بين ان الدايركشن بتاع البلوم بيتحرك من الفيرتيكال للهورزونتال دي بنسميها البلوم رايز. مجموع الاثنين دول اللي هم الدلتا اتش اللي هي البلوم رايز والاتش اللي هي الفيزيكال ستاك هايت بنسميهم اتش كابيتال اللي هي افكتيف ستاك هايت. طيب، الفيزيكال ستاك هايت دي حاجة فيزيكال، طول المدخنة 10 متر 15 متر، دي حاجة فيزيكال. طيب، الدلتا اتش دي بقى البلوم رايز نقدر نحسبها؟ في عندنا حاجة اسمها هولاند فورمولا.
هولاند فورميلا دي بنستخدمها عشان نحسب منها البلوم رايز اللي هي الدلتا اتش، زي ما اتفقنا الافكتيف ستاك هايت اللي هي الكابيتال اتش دي بتساوي الدلتا اتش بلس الاتش سمول اللي هي الفيزيكال ستاك هايت. طيب الدلتا اتش اللي هي البلوم رايز ليها ايكويشن زي ما قلنا اسمها هولاند فورميلا، مش مطلوب منك ان انت تحفظها، بس مطلوب ان انت تبقى عارف البارامترز اللي فيها واليونتس بتاعت كل واحد فيهم. طيب بتقول ايه الدلتا اتش او هولاند فورميلا؟ بتقول ان البلوم رايز بتساوي الفي اس في الدي اوفر اليو. الفي اس هي ايه والدي واليو والكلام دوت، هو ده المطلوب منك ان انت تبقى عارفه وعارف اليونتس بتاعته. تمام، ده موجود هنا اهو. الدلتا اتش زي ما اتفقنا هي البلوم رايز، الفي اس دي الفيلوسيتي بتاعه البوليوتنتس اللي خارجه من الستاك، الفي اس الستاك اكزيت فيلوسيتي بالمتر بير سكند، الدي ده الديامتر بتاع الستاك بالمتر، اليو هي الويند سبيد بالمتر بير سكند، البي ده البريشر بس بالملي بار. يعني هي معظم اليونتس هنا اس اي باستثناء البريشر، عشان كده معمول عليه بولد كده ان هو البريشر بالملي بار. تمام، بعد كده الدي هي نفسها الدي دي اللي هي الديامتر، تي اس وتي اي، تي اس دي التمبريتشر بتاعت الستاك بتاعت الجازز اللي خارجه من الستاك او البليوتنتس اللي خارجه من الستاك بالكلفن، والتي اي هي الامبيانت تمبريتشر برضو بالكلفن. يبقى انا عندي كل اليونتس في الهولاند فورمولا اس اي يونتس باستثناء مين؟ البريشر هنا بالملي بار. تمام، ادي تي اس الستاك جاز تمبريتشر والتي اي الاتموسفيريك او الامبيانت تمبريتشر والاثنين بالكلف. تمام، طيب يبقى بناء على الداتا دي انا اقدر احسب حاجه اسمها البلوم رايز زي ما اتفقنا، والبلوم رايز دي المفروض ان بيبقى فيها كوركشن فاكتور بيتضرب فيها عشان على حسب الاستابيليتي بتاعت الاتموسفيريك. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان انا في عندي كذا جريد من الاستابيليتي، في A و B و C و D و E و F. تمام، المفروض ان الدلتا اتش بتاعت هولاند فورمولا دي محسوبه عند اتموسفيريك ستابيليتي C، فلو الاتموسفيريك ستابيليتي بتاعتي A و B بضرب في كوركشن فاكتور 1.1 و1.2، ولو الاستابيليتي بتاعت الاتموسفير دي او اي او اف بضرب في 0.9 او 0.8. يبقى ده كوركشن فاكتور الدلتا اتش اللي بحسبها من فوق بناء على درجة الاستابيليتي بتاعتي. ده اكزامبل تعويض مباشر على هولاند فورمولا، بيقول لي استيميت ذا بلوم رايز فور ا 3 متر ديامتر ستاك هوز اكزيت جاز هاز ا فيلوسيتي اوف كذا، دي الفي اس ودي الديامتر بتاع الستاك، when the wind velocity is 2 meter per second ودي ال U، the pressure is 1 atmospheric pressure and the stack and surrounding temperature are TS و TA. بكل بساطة ادي هولاند فورمولا، هو مديني ال VS 20 meter per second دي السرعة بتاعت ال pollutants او الغاز، الديامتر مديهولي 3 متر، ال U مديهاني 2 meter per second، حبة الكونستانس الموجودين في الايكويشن، البريشر 1 اتموسفيريك بريشر طبعا هحطه 1 بار بس لا اليونت بتاعته ملي بار. تمام، فهيبقى 1000 ملي بار، الديامتر برضو 3 متر، تي اس وتي اي بس هحولهم من سيليزيوس لكلفن، دي الانفورميشن بتاعتي بعد ما حولتها لليونتس اللي اقدر استخدمها، هيطلع عندي ان الدلتا اتش بتاعت هولاند فورمولا 101 متر، ده اللي هو البلوم رايز. تمام، طيب في حاجة تانية بقى احنا كنا يمكن اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا ان الويند سبيد المفروض ان هي ليها او بتتقاس عند ستاندرد هايت اللي هو المفروض 10 متر. طب كل ما الارتفاع بيتغير كل ما الفيلوستي او الويند سبيد بتتغير. طيب في علاقة بتربط الويند سبيد مع الارتفاع، العلاقة دي اهي موجودة قدامنا بتديني الويند سبيد بروفايل، ان اليو اوفر يو نوت بتساوي زد اوفر زد نوت باور بي. اليو نوت والزد نوت دول اللي هم الريفرنس بتوعي، الزد نوت دي اللي هي المفروض ال 10 متر، واليو نوت دي اللي هي الويند سبيد الستاندرد اللي عند ال 10 متر. طيب فور اكزامبل هنا انا عندي في المثال اللي فات دوت انا عندي ان الدلتا اتش كانت 100 متر، هل الويند سبيد اقدر اخدها اللي هي عند ال 10 متر؟ لا، المفروض ان كده بقى في فرق كبير ان ما بين السرعة عند 10 متر وما بين 100 متر، فانا محتاج ان انا اعمل كوركشن للويند سبيد عشان اجيب الويند سبيد الحقيقية اللي موجودة عندي
في البروبلم. تمام. طيب يبقى ناقص بس ايه؟ خلاص انا لو عرفت الزد اللي هو الارتفاع اللي انا عايز اجيب الجديد اللي انا عايز اجيب عنده الويند سبيد، اقدر اجيب الويند سبيد عند الارتفاع دوت لما اكون عارف البي. طيب البي دي بروفايل اكسبوننت بتعتمد على الاتموسفيريك ستابيليتي كلاس اللي هم A وبي وسي اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، وده جدول بيوضح ان في حاله الاوربن او الرورال اللي هو في الريف او الحضر ونوع الاستابيليتي كلاس البي بتساوي كام. طبعا برضو مش مطلوب منك ان انت تحفظها، بس مطلوب منك ان انت تبقى عارف الدرجه بتاعه الاستابيليتي بتاعتك، وبناء عليه تقدر تجيب البي. خد بالك برضو من نقطة ان الاستابيليتي كلاس هنا مكتوبة A وبي وسي ودي وإي وإف، لازم تبقى فاهم A وبي وسي دول هما ايه، ودي هي ايه، وإي وإف هي ايه، لان مش بالضرورة ان ايه ان يتقال لك دايركت كده ان الاستابيليتي كلاس ايه او الاستابيليتي كلاس بي. لا، ممكن يقول لك ان يعني ممكن تلاقي في المسألة مثلا ان الاستابيليتي كلاس فيري ستيبل او اكستريملي ستيبل او اكستريملي انستيبل. هنا ده معناه اكستريملي انستيبل يبقى البوردر الانستيبل او الاكستريملي انستيبل ده معناها كلاس ايه. ففي حاجات كده اللي هو لازم نبقى فاهمينها، فاهمين الدرجات دي ايه بالكيرف اللي كان مرسوم المرة اللي فاتت في ليكتشر 2 او موديول 2، عشان نبقى عارفين من التكست نفسه الدنيا ماشية ازاي، او احنا في انهي كلاس. طيب نيجي ناخد اكزامبل على الكلام دوت، فهنلاقي ايه هنا الاكزامبل بيقول the wind recorded on a clear sunny day was 3 meter per second at 10 meter above the ground. دي اللي هي الستاندرد فيلوسيتي عند الستاندرد هايت. On the same day the effective stack height was 250 متر، ده الارتفاع الحقيقي بتاع المدخنة. Calculate the wind speed at that height، يعني هو عايز الويند سبيد عند الارتفاع الجديد. طيب عشان نجيب الاتموسفيريك ستابيليتي، هو هنا طبعا قايل ان clear sunny day ده معناها ان الاتموسفيريك instability غير stable، فده معناه ان احنا هنأسيوم ان البي اللي هو الباور كومبوننت دوت بيساوي ربع. تمام. طيب بعد كده هاجي اعوض في الايكويشن دي او الويند بروفايل اللي هي يو اوفر يو نود بتساوي زد اوفر زد نود باور بي. اليو نود هو قايل ان هي 3 متر بير سكند، الزد نود هي قايل ان هي 10 متر بير سكند، الزد بتاعتي 250 ومطلوب اليو. هعوض في المعادله دي دايركت سبستيوشن، هطلع ان اليو هتساوي 6.7 عند الارتفاع اللي هو 250. طيب اللي فات دوت احنا كنا لسه ما اتكلمناش على الجاوسيان بلو موديل، احنا اتكلمنا على حبة بارامترز انا محتاجها وانا شغال في الجاوسيان بلو موديل. بسرعة كده هعدي على الديفرنشال او الجوفرنينج ايكويشن بتاعة الديسبرشن موديل، وفي الاخر هنوصل للجاوسيان بلو موديل في السيمبل فورم بتاعتها اللي احنا هنستخدمها دايركت. تمام. بكل بساطة هي الديفرنشال ايكويشن بتاعت الـ Air Dispersion Model بتقول ان partial C partial T بتساوي نابلة C dot V as a vector بتساوي نابلة dot Q plus S. طب ايه الكلام دوت؟ ال C هي الـ Concentration، وانا هنا بشوف التغير بتاع الـ Concentration مع الـ Time، دي الـ Differential Equation، عشان في الاخر الهدف من الـ Dispersion Model او الـ Gaussian Bloom Model ان انا اعرف الـ Concentration بتاعة البوليوتنت بتاعي عند أي مكان X و Y و Z وعند أي تايم T. هي في الآخر الـ differential equation دي بعد ما أوصلها بقى للـ mathematical form اللي أنا هستخدمها، المفروض إن هي تبقى يعني equation function في concentration و time و 3 dimensions. بمعنى إن أنا لو عارف يعني أنا محتاج من الـ equation دي إن أعرف الـ concentration عند اكس بوزيشن معين واي بوزيشن معين وزد بوزيشن معين وبعد تايم معين. تمام. فدي السي دي اللي هي الكونسنتريشن، ودي طبعا التايم، الفي ده الفيلوسيتي فيكتور اللي هو عباره عن 3 كومبوننتس في ال 3 دايركشنز، اليو في الاي دايركشن اللي هي الاكس، والفي في الجي دايركشن اللي هي الواي، والدبليو او الاوميجا في الكي دايركشن اللي هو الزد. الكيو هنا اللي هي عبارة عن
يعني ال الترم دوت اللي هو عبارة عن الديفرنشيشن بتاعت السي بالنسبة للإكس في الكي إكس والكي واي والكي زد في الثري دايركشن، والإس هنا هي عبارة عن السورس بتاعي، تمام؟ سواء ريموفال بقول إن هو سورس بس بيبقى بساين مختلفة، أو سورس إنبوت داخل عندي بيبقى بوزيتيف ساين. طيب هعدي الجزئية دي، لأن زي ما أقول لكم أنا يهمني في الآخر السيمبل فورم اللي أنا هستخدمها للجاوسيان بلوم موديل. هعتبر إن الويند سبيد بتاعتي ثابتة مش فاريبل، عشان أبدأ بقى حتة الفاريشن بتاع الفيلوسيتي في الإكس وفي الواي وفي الزد يبقى ليهم كونستانت فاليو، أو يعني مش الفاريشن اللي ليه كونستانت فاليو، إن السرعة نفسها ثابتة وبالتالي التغيرات بزيرو. فهعتبر ان الكونستانت ان عندي كونستانت ويند سبيد، ما عنديش ديبوزيشن او ووش اوت او كيميكال كونفرجن زي ما اتفقنا في الجاوسيان بلوم موديل. عندي كونستانت اميشن ريت، هوصل ان الكونسنتريشن عند اكس وواي وزد، تمام، بتتناسب طردي مع واحد على يو، اليو هنا هي الويند سبيد، والكيو هي الاميشن فلو ريت، والجي هي الديسبيرشن ديو تو جاوسيان ديستريبيوشن. وهنشوف الجي دي هنقدر نفكها ازاي. طيب ايه ده، انت لسه من شويه كنت بتقول ان الاير ديسبيرشن موديل المفروض ان هي فيها تايم تي. ما هو المفروض ان في تايم تي، بس بناء على ان انا عندي كونستانت اميشن ريت وكونستانت ويند سبيد، فانا هنا طلعت التايم بره الحسابات بتاعتي، لان انا ما عنديش تغير مع التايم، انا التغير بتاعي هو تغير في البوزيشن بس. وبالتالي هتلاقوا الايكويشن بتاعه الجاوسيان بلوم موديل ما فيهاش الفاكتور اللي هو الرابع اللي هو التايم، لان انا معتبر ان ما فيش تغير في الويند سبيد ما بتغيرش مع التايم، وما فيش تغير في الاميشن ريت برضو مع التايم. وبالتالي بقت سيمبل فورم زي ما احنا شايفين كده. صحيح دي مش الايكويشن، دي بس البارامترز اللي داخله معايا عشان اقدر احسب الكونسنتريشن عند اي بوزيشن اكس واي وزد. طيب حلو قوي، نيجي للجي دي اللي هي الديسبيرشن ديو تو جاوسيان ديستريبيوشن، وانا عندي جاوسيان فريكوانسي ديستريبيوشن في الاكس سوري في الواي دايركشن وفي الزد دايركشن، تمام. ده اللي هو التغير بتاع الجاوسيان بروفايل. انا كده كده عندي الويند سبيد بتتحرك في الاكس دايركشن، فالتغير في الواي دايركشن بيتغير بشكل جاوسيان وليه بروفايل. الجاوسيان فريكوانسي ديستريبيوشن بتاعته اللي هي الجي واي بتساوي الشكل دوت، ونفس الموضوع في الزد دايركشن. يعني في تو دايركشنز التغير او الجاوسيان بروفايل بيظهر عندي، اللي هم الواي والزد، وهنشوف شكلهم عامل ازاي قدام شويه. وهم دول اللي بيكونوا لي مين الجي اللي هي الديسبيرشن ديو تو جاوسيان ديستريبيوشن. طيب بكل بساطه الجي واي هي عباره عن 1 اوفر 2 اوفر سكوير روت 2 باي سيجما واي اكسبوننشال نيجاتيف هاف واي اوفر سيجما واي. فالجي واي هي فانكشن في الواي اللي هو البوزيشن نفسه، والسيجما واي وهنقول ايه هي السيجما واي كمان شويه وبنجيبها ازاي. نفس الكلام الجي زد هي 1 اوفر سكوير روت 2 باي سيجما زد اكسبوننشال باور نيجاتيف هاف زد اوفر سيجما زد، برضه هي فانكشن في السيجما زد والزد، والزد ده اللي هو البوزيشن في الزد دايركشن او الهايت، والسيجما زد هنشوف زي السيجما واي بنجيبها ازاي ومعناها ايه. ده الديستريبيوشن اللي احنا بنتكلم عليه، ان انا عندي في الواي دايركشن في جاوسيان ديستريبيوشن، يعني التغير نفسه بتاع البروفايل في الواي دايركشن لديستريبيوشن. ديستريبيوشن ده اللي بيديهولنا المفروض الجي واي، وده الجاوسيان بروفايل. جاوسيان بروفايل او بيسموه ساعات البيل شيب بروفايل، اللي هو شكل الجرس، تمام، بيتغير شكله كل ما الاكس بتتغير. نفس الموضوع الزد بروفايل بيبقى بالمنظر دوت. برضو لو جينا رسمنا بروفايل هنا عند اكس مختلفة، هلاقي ان البروفايل نفسه بيبقى ليه بيك اعلى شوية وبعد كده بيقل كل ما ببعد، كل ما البروفايل دوت بيبقى فلاترن اكتر او بيبقى اقرب للشكل ده اكتر. كل ما بقرب من السورس الشكل بتاع البروفايل بيعلى، بيبقى بالمنظر دوت. نفس الموضوع في الزد. طيب حلو، ده معناه ان البروفايل نفسه بيتغير في الاكس دايركشن، يعني سواء الزد او الواي البروفايل مش ثابت مع الاكس، ده كل ما الاكس بتتغير البروفايل بيتغير. وانا هنا مش شايف الجي واي ولا الجي زد ان في الاكس، الاكس مش ظاهر عندي، انا ظاهر عندي الواي وظاهر عندي الزد، لكن الاكس من الرسمه بتاعت البروفايل دي لا، ده بتتغير او بتغير شكل البروفايل.
طب ظاهرة فين الـ x هنا؟ هتظهر في السيجما y والسيجما z. السيجما y والسيجما z هي function في الـ x، تمام؟ وبناء عليه هي لما الـ x بتتغير بتغير الـ distribution نفسه بتاع الـ gy والـ gz، وهنشوف الكلام دوت قدام شوية. طيب يبقى أنا الـ equation بتاعتي المفروض إن الـ concentration بتاعت الـ x والـ y والـ z بتساوي الـ q، والـ q دي زي ما اتفقنا هي الـ emission rate over 2 باي، بعد ما طبعا فكينا بقى الجي واي والجي زد، 2 باي سيجما واي سيجما زد في اليو اللي هي الويند سبيد، اكسبوننشال الترم بتاع السيجما يعني الجزء اللي هو 2 باي سيجما واي في الاكسبوننشال دوت دي اللي هي الجي واي، بس طبعا كانت دي سكوير روت مضروبه برضه في سكوير روت بتاعت الزد نفس الموضوع. فبقى ده شكل الايكويشن بتاعي، وهنا بقت ايكوال مش بتتناسب زي السيمبل فورم اللي شفناها فوق. طيب وده زي ما اتفقنا ده الويند دايركشن، وده الزد، وده الكروس ويند اللي هو الواي والاتش والدلتا اتش والافكتيف ستاك هايت. طيب انا هنا عايز اقول ان السورس بتاعي مش طالع عند اكس واي وزد، يعني مش طالع هنا، لا ده انا عندي فيه ستاك هايت، ف وبعد كده بلوم رايز، فالسورس بتاعي المفروض ان هو ده البلوم سنتر لاين. يعني انا البلوم دي لما ابدا ادرسها المفروض ان ادرسها هنا عند النقطة دي، تمام؟ فهيحصل زي نقل محاور، تمام؟ عشان يبقى هو ده السنتر بتاعي بتاع البلوم، تمام؟ فنقل المحاور دوت ان انا هتحرك من هنا لحد هنا، فهغير الزد بتاعتي بزد ماينس اتش عشان ابقى عند السنتر بتاع البلوم اللي هو النقطة دي. فهتبقى نفس الايكويشن اللي فوق، بس كل الحكاية ان انا شلت الزد وعوضت عنها بزد ماينس اتش، والاتش دي زي ما اتفقنا هي الايفكتيف ستاك هايت، تمام؟ وبقى ده شكل الايكويشن بتاعي، بس لسه ما خدتش في الاعتبار ان ممكن البلوم دي تنزل تخبط في الارض، وبعد كده يحصل حاجه اسمها ريفليكشن، يعني ان البلوم تنزل توصل للجراوند ليفل وبعد كده تروح تبدا تطلع تاني. ف الحركه دي اسمها ريفليكشن، فنتيجه الريفليكشن بيظهر عندي ترم تاني للزد نتيجة أو سورس تاني كأن جاي من الـ الأرض، فبيخلي لي الإيكويشن دي تتحرك من الشكل دوت للشكل دوت نتيجة إن أنا زودت الترم بتاع الـ exponential negative half z plus h over sigma z، يعني زودت الـ إيه الـ z plus h على الترم اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو زد ماينس اتش، وتبقى هي الفورم دي النهائيه اللي انا بستخدمها وانا عامل عليها هايلايت عشان تبقى عارف ان هي دي اللي مستخدمه. برضو مش مطلوب منكم ان انتوا تبقوا حافظينها، بس مطلوب تبقى عارف ايه البارامترز بتاعتك ومتقاسه منين وتقدر تستخدمها ازاي وتعوض عنها ازاي في الايكويشن دي. طيب لو جينا اتكلمنا على ان انا عايز اعرف الكونسنتريشن عند الجراوند ليفل، الجراوند ليفل مازال عند زد بيساوي زيرو، لان انا نقلت المحاور لكن ما زالت الكوردينتس بتاعتي متقاسه ان الزد في الفيرتيكال دايركشن، فانا على الجراوند ليفل الزد بتساوي زيرو، تمام؟ وكلمه ماكسيمم كونسنتريشن، ماكسيمم كونسنتريشن هنا لازم تبقى عند السنتر لاين في الكروس ويند، يعني على السنتر لاين بتاع الواي. لو جينا بصينا هنا وعايز اعرف الماكسيمم كونسنتريشن، ده معناه ان الواي بتساوي زيرو، لان انا كل ما ببعد عن او كروس ويند ببعد عن السنتر لاين بتاع الاكس اللي هي عندها الواي بتساوي زيرو، كل ما الكونسنتريشن بتبدا تقل. فكلمه ماكسيمم كونسنتريشن ده معناها بشكل اندايركت ان الواي بتساوي زيرو. فانا كده عندي الجراوند ليفل، كلمه جراوند ليفل دي معناها ان زد بتساوي زيرو، سنتر لاين معناها ان الواي بتساوي زيرو. فبكل بساطه الايكويشن دي هتتبسط بشكل كبير جدا، ان الزد هنا بتساوي زيرو وهنا بتساوي زيرو، فالسبميشن دوت هيبقى 2 اكسبوننشال نيجاتيف هاف نفس الكلام، لان هنا نيجاتيف اتش سكويرد هي زيها بلس اتش سكويرد، الاثنين دول هيبقوا زي بعض، فكان عندي الترم دوت خلاص المجموع بتاعهم هو 2 في واحده منهم لما احط الزد بزيرو، والواي لما اتحط بزيرو فخلاص اكسبوننشال الكلام دوت بواحد فما بقتش موجوده، فالفورم دي هتوصل الشكل دوت، الاثنين اللي هتطلع هنا هتكنسل اوت مع الاثنين دي، ويبقى ده السيمبل فورم في حاله الماكسيمم كونسنتريشن والجراوند ليفل بزيرو.
طيب هتقولي طب ما هو انا بقى انا عايز اعرف عند انهي اكس، ده الاكس مش ظاهره اصلا هنا في الايكويشن، ما احنا اتفقنا ان الاكس ظاهره في الايكويشن بتاعت السيجما واي والسيجما زد، وهو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. الفاليوز بتاعت السيجما واي والسيجما زد المفروض ان احنا يا اما في ايكويشن بتربط السيجما واي بالاكس او السيجما زد بالاكس، يا اما التو جرافس دول اللي بيدوني الريليشن ما بين السيجما واي والسيجما زد والاكس. الديستنس داون ويند دي اللي هي الاكس دايركشن، تمام؟ فده ده الاكس. بطلع اخبط اي خط من دول على حسب الاستابيليتي كلاس بتاعه البروبلم بتاعتي او الكونديشن بتاعي، اي وبي وسي ودي واي واف، دي الاستابيليتي كلاس. يبقى على حسب الاستابيليتي كلاس، لو انا الاستابيليتي كلاس بتاعتي مثلا سي وعندي الديستنس بتاعتي 1 كيلومتر، هطلع بال 1 كيلومتر دي اخبط في السي وبعد كده امشي كده فتطلع عندي السيجما زد. النقطة المهمة هنا في الجراف دوت ان الاكس والواي هما لوج سكيل. لوج سكيل بمعناه ان المفروض هنا دي بوينت 1، فهلاقي الدنيا هنا متقسمة بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 بوينت 5 بوينت 6 بوينت 7 بوينت 8 بوينت 9 1. نفس الموضوع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني المسافات دي مش هتبقى متقسمة ايكوالي، لكن هي متقسمة بالترتيب اللي هو 1 2 3 4 لحد ما اوصل ل 10. نفس الكلام من 10 ل 100 بستيب 10، يعني 10 20 30 وهكذا. نفس الموضوع في الواي دايركشن، تمام؟ هو برضو لوج سكيل. هنا انا عندي دي 1000 ودي 5000، يبقى هنا دي 2000 3000 4000 وهكذا. يبقى بشوف التقسيمات دي قد ايه وبقسمها من 100 مثلا ل 1000، يبقى 100 200 300 وهكذا، عشان اقدر اعرف اقرا السيجما زد من على اللوج سكيل بالمنظر ده، تمام؟ ده بالنسبه للسيجما زد. بالنسبه للسيجما واي تقريبا نفس الموضوع، اختلاف بس الايه الكيرفات شويه، لكن هو نفس الموضوع. الاكس دايركشن ده اللي هي الديستنس داون وورد، والسيجما واي بجيبها من الفيرتيكال دايركشن او الواي بناء على الاستابيليتي كلاس اللي هم دول، واقدر اطلع السيجما واي والسيجما زد فانكشن في الاكس اللي هي مش ظاهره معايا في الايكويشن. طيب ده اكزامبل بيقول لي ديتيرمن ذا سنتر لاين جراوند ليفل كونسنتريشن. جراوند ليفل زي ما اتفقنا ان الزد بتساوي زيرو، والسنتر لاين هنا معناها ان الواي بتساوي زيرو. ما هو يا اما يقول لي ماكسيمم كونسنتريشن او يقول لي سنتر لاين، الاثنين نفس المعنى، الواي بتساوي زيرو اوف SO2 at 1 km and 5 km down wind، مرتين، مرة عند x بواحد كيلو ومرة عند x بخمسة كيلو، من باور بلانت 1000 ميجا وات باور بلانت بيرنينج 10000 شورت تن، والشورت تن مديني الكونفرجن بتاعه في 1% سلفر كول بيحرق فحم، في نسبة من السلفر بير داي. The effective stack height is 250 متر on a clear sunny day، عشان أعرف أجيب الـ B لو هستخدمها. The wind recorded on the same day was 3 meter per second at 10 متر، يبقى هو مديني الـ wind speed عند 10 متر، المفروض إن أنا أجيبها عند 250، وقال لي برضه إن هي clear sunny day عشان الـ B تبقى بربع بناءً على الـ assumption اللي إحنا عملناه برضه في المسألة اللي فاتت. The dispersion coefficient at these distances are، هنا بقى مديني ال sigma y و sigma z عند الاكسات من غير ما ايه ما اخش اجيبها من الجراف، مديني ان sigma y عند x بواحد كيلو متر ب 140 و sigma z بكذا، ونفس الكلام عند 5 كيلومتر مديني 540 و500، يعني مديني الايه الداتا جاهزه من غير ما اخش على الجراف. طيب اول حاجه ان زي ما اتفقنا انا مديني ال wind speed عند 10 متر، وانا عندي الستاك عند 250 متر، الـ effective stack height 250 متر، فلازم اجيب الـ wind speed عند الكلام دوت. فهعمل الجزئية دي، هي تقريبا الجزئية دي هي الـ example اللي حليناها قبل كده، هي نفس الأرقام تقريبا، وطلعنا إن الـ wind speed 6.7 من 10 متر بير سكند، دي اليو. طيب أنا هنا دلوقتي الـ pollutant بتاعي هو إيه؟ الـ pollutant بتاعي هو الـ SO2. طب الـ emission أو الـ Q بتاعته بكام؟ لا ده هو مش مديهاني، ده هو مديني الـ power plant الميجا وات بتاعه، ومديني بيحرق قد ايه في اليوم فحم، ونسبة السلفر فيه قد ايه. فهنا نرجع شوية لحبة chemical reactions، ان انا عندي عايز اطلع الـ emission rate بتاعت الـ SO2. طيب حلو قوي، انا بحرق في اليوم 10000 طن من الفحم بير داي. طيب ال 10000 طن من الفحم دول فيهم نسبة قد ايه سلفر؟ قال لي 1%، 1% سلفر. طيب يبقى المفروض ان انا اضرب النسبة دي في 1%،
بس ده صلفر. طيب الواحد في المية صلفر بيطلع قد ايه SO2؟ بناء على الايكويشن البسيطة جدا المفروض نبقى احنا عارفينها، اللي هي باي ماس ان انا السلفر بلس اكسجين اس بلس او بلس O2 هيديني SO2، واحد سلفر بلس واحد O2 هيديني SO2، واحد SO2. بس المعادلة دي معادلة مولر بيزس، لكن انا هنا بتكلم على ماس، فلازم عشان احولها من مول لماس ان انا استخدم المولكولار ويت. فالواحد مول سلفر ده فيه 64 كيلو جرام، والواحد مول اكسجين اللي هو O2 برضه فيه 64 كيلو جرام، والواحد مول SO2 فيه 64 زائد 64 اللي هو 132. تمام؟ طيب سوري 128، انا اسف، 64 و64 128. طيب فده معناه لو جيت قسمت المعادله دي على 64 فيبقى 1 كيلو جرام من السلفر بلس 1 كيلو جرام من الاكسجين هيطلع 2 كيلو جرام من الاس او 2. يعني ببساطه شديده ان كل 1 كيلو جرام من السلفر بيطلع 2 كيلو جرام من الاس او 2. يبقى انا لو عندي 1% النسبه بتاعت السلفر يبقى النسبه بتاعت الاس او 2 هي 2%، وهو ده الرقم اللي احنا استخدمناه هنا عشان التحويله البسيطه او العلاقه ما بين السلفر والايه والاس او 2. يبقى هضرب النسبة دي ب.02 اللي هي 2% SO2 لكل 1 طن من الفحم أو الكول بتاعي، وبعد كده هحول بقى التحويلات اللي هي من day لhours ومن hours لsecond والتحويلات بتاعة الباوندز ومش عارف ايه، وعشان أوصل في الآخر إن الفلو ريت بتاعي جرام بير سكند. تمام؟ فهيطلع 2100 جرام بير سكند، ده الإميشن ريت بتاع الـ SO2 ده اللي هي Q. طيب بما ان زي ما اتفقنا قال لي سنتر لاين وجراوند ليفل، ده معناه ان الزد بتساوي زيرو والواي بتساوي زيرو، فهستخدم السيمبل فورم، او لو مسكت الايكويشن الكبيره هسيمبليفاي الايكويشن دي لحد ما هوصل للمنظر دوت. عند اكس هي بس البارامتر بتاعي اللي بيتغير، مره طبعا الكيو خلاص احنا هي 2100 جرام بير سكند، السيجما واي والسيجما زد دول هحطهم عند اكس بتساوي 1 كيلومتر، ده اللي هو الحل الاولاني، والاتش هي الافكتيف ستاك هايت، هعوض تعويض مباشر في الايكويشن دي هيطلع عندي الكونسنتريشن بيساوي الرقم دوت جرام بير متر كيوب، بناء على اليونت بتاعت الكيو اللي هي جرام بير سكند. تمام؟ هطلع الكونسنتريشن جرام بير متر كيوب. عايز بعد كده احولها مثلا مايكرو جرام بير متر كيوب، عشان الرقم يبقى كبير شويه هضرب في 10 اس 6 ويبقى مايكرو جرام بير متر كيوب. نفس الكلام هكرره لما الاكس بتساوي 5 كيلومتر، هغير السيجما واي والسيجما زد بتوعي بس، الباقي كله زي ما هو، الكيو زي ما هي والويند سبيد زي ما هي والافكتيف ستاك هايت زي ما هي، السيجما واي والسيجما زد بس هيتغيروا، فهيطلع عندي 326 مايكرو جرام بير متر كيوب. وده منطقي ان انا لما المسافه زادت الكونسنتريشن على الجراوند ليفل قلت نتيجه الديسبيرشن اللي حصل. تمام؟ ده اكسرسايز تقدروا تحاولوا فيه، مش محلول. هنا في عندي اكزامبل تاني بيقول كالكوليت ذا سنتر لاين جراوند ليفل كونسنتريشن، نفس الموضوع، سنتر لاين واي بتساوي زيرو، ground level concentration z بتساوي 0 of nitrogen oxide 1 كيلومتر downwind اللي هي ال x of an open burning dump. تمام؟ if the dump emits NOx at the rate of، المرة دي مديني ال rate جاهز 4 جرام per second، ال wind speed 4 متر per second at 10 متر above the ground level under neutral stability، neutral stability دي اللي هي المفروض d، the one hour average diffusion coefficient are estimated as مديني السيجما واي والسيجما زد and the dump is assumed to be a point source. هنا بيتكلم على يعني زي حفرة هي السورس نفسه، مش طالع بقى بستاك فوق الأرض، فده معناه إن ال H كمان بتساوي زيرو، فأنا هاخد السيمبل فورم وأحط فيها كمان ال H بتساوي زيرو، مش الزد بس بتساوي زيرو وال Y بتساوي زيرو، لأ ده كمان ال H بتساوي زيرو لأن أنا هنا مفيش ستاك. تمام؟ فهتبقى دي الايكويشن بتاعتي، عندي الكيو وعندي السيجما واي والسيجما زد وعندي اليو، فبكل بساطه اقدر ان انا احسب الكونسنتريشن عند الاكس اللي هو مديهالي. تمام؟ برضو ده اكزامبل تقدروا تحلوه لوحدكم. بعد كده for the following data find the center line ground level concentration، الافكتيف ستاك هايت 75 متر دي اللي هي اتش كابيتال، الاميشن ريت مديني الكيو، الاستابيليتي كلاس مديهاني جاهزه هنا بي،
الاكس بوزيشن 4.2 برضو بناء على 4.2 كيلومتر دوت مديني السيجما واي والسيجما زد اللي انا اقدر اجيبهم من الجرافات، بس هو مديهم لي جاهزين. هبدا استخدم الايكويشن دي برضو المبسطه. لو تاخدوا بالكم ان كل الاكزامبلز اللي فاتت احنا بنستخدم الايكويشن المبسطه، لان انا عندي جراوند ليفل الزد بزيرو، وعندي الواي اللي هي السنتر لاين او الماكسيمم كونسنتريشن، فبرضو الواي بتساوي زيرو، فدي الايكويشن المبسطه. برضو هعوض عامل مباشر واحسب السي، ده اكسرسايز برضو تقدروا تحلوه. هنا بقى هنبدأ نخش شوية على مش السيمبل فورم قوي. هنا SO2 is released from a 90 meter stack at a rate of كذا، مديني كيو، مديني الستاك هايت. During the release period the average wind velocity at 10 متر is 4 meter per second as atmospheric stability is class B. هو هنا مديني الويند سبيد عند سرعة معينة، فطبعا ومديني الكلاس عشان أجيب السرعة عند التسعين. The observed bloom rise for the stack is 60. لا ده كمان مش عند التسعين، ده عند الإفكتيف ستاك هايت اللي هي التسعين زائد الستين اللي هي 150 متر. Calculate the ground level. Ground level يعني الزد بتساوي زيرو. Concentration هنا ما قاليش إن الماكسيمم كونسنتريشن أو السنتر لاين، فالواي مش بتساوي زيرو. أول حاجة 3000 متر داون ويند دي الإكس، and 100 متر كروس ويند دي الواي. والمرة الثانية عن 3000 متر داون ويند و500 متر كروس ويند، يبقى هنا في الحالة دي بدأ يديني فاليو للواي، وبالتالي الإيكويشن ما بقتش الإيكويشن الصغيرة خالص اللي إحنا كنا بنستخدمها. طيب أول حاجة أنا محتاج إن أعملها إن أنا أحسب السيجما واي والسيجما زد عند الإكس اللي هو مديهاني اللي هي 3 كيلو، تمام؟ لأن في المرتين هي 3 كيلو، مرة الواي ب 100 ومرة الواي ب 500. ف هخش الجرافات بتاعتي واجيب السيجما واي والسيجما زد، لو هو مش مديهاني دايركت هجيبها من الجرافات. بخش بالاكس والستابيليتي كلاس اللي هو كان في المساله هنا بي، اجيب السيجما واي والسيجما زد، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بجيب الافكتيف ستاك هايت اللي هي 150، واجيب السرعه او الويند سبيد عند 150 لان هو مديني السرعه عند الستاندرد هايت اللي هو ال 10 متر. بعد كده هستخدم الايكويشن بتاعتي. طبعا خلاص الزد بتساوي زيرو عشان الجراوند ليفل، لكن الواي ما زالت موجوده، فبقت الايكويشن دي اكبر شويه من الايكويشن اللي احنا استخدمناها في الثلاثه اكزامبلز اللي فاتوا. وبكل بساطه السيجما واي والسيجما زد بقت عندي، والاتش اللي هي الافكتيف ستاك هايت عندي، والاميشن ريت عندي، واليو اللي هي الويند سبيد عند الافكتيف ستاك هايت عندي، كل الكلام دوت عندي. الحاجه الوحيده اللي هتتغير هي الواي، مره هحطها ب 100 متر اللي هي الكروس ويند، وهطلع الكونسنتريشن هتطلع 250 مايكرو جرام بير متر كيوب، والمره الثانيه هحط الواي ب 500 متر وكل حاجه زي ما هي، هطلع الكونسنتريشن ب 125 مايكرو جرام متر كيوب. وبرده هنا لو جينا بصينا ان كل ما الواي بتبعد عن السنتر لاين كل ما الكونسنتريشن بتقل، وده منطقي لو تبعت اللي هو الجاوسيان بروفايل ان هو اعلى حاجه عند السنتر لاين، وكل ما ببعد عن السنتر لاين كل ما الكونسنتريشن بتقل، هلاقي ان ده consistent مع الكلام دوت. وبرده ده example تقدروا تحلوه لوحدكم. ويبقى كده خلصنا الموديول 3 اللي هو بيتكلم على الـ air dispersion model. شكرا جزيلا.